المصريين زعلانين من حرق صورة عبد الناصر في العاصوفة. زين هذا مسلسل عادي، مصريين ما حد عارف لهم، يحبون عبد الناصر، وبعدين يقول لك عبد الناصر شتتنا، ما خلى حرب في المنطقة ما راح شارك فيها، ذبح عيالنا المصريين وطيح اقتصادنا وما ادري شنو مصاروة، يسوون شو اسمه شو اسمها انقلاب، ما ادري يسمونها ثورة، اوكي، ويشيلون حسني مبارك، وبعد 3 اشهر ينزلوا له اسفين يا ريس. زين نعم، انتوا رسولكم على بر، والله ما يعني صدق، والله الموقف مال الشعب المصري الواحد ما يعرف يعني، احتار معاهم شو يسوي.